غرفة الفندق دائما وأبدا في غرف الفندق دائما ما يواجه السرير وما يواجه دورة المياه. بدك تدور وين في برواز، وين في تلفزيون، وين في جوار زريعة، وين في إشي معلق تعليق. هاي المناطق بدك حتى اللمبات، يعني اللمبات ممكن تكون اللمبة نفسها يكون فيها كاميرا إذا كانت معلقة تعليق، أو إذا في تيبل لام. هاي المناطق عند الجوارير، تحت الجوارير، هاي المناطق أعتقد أنه دائما هي اللي بتكون ملغومة. اللي ركز انتباهي على موضوع الكاميرات، اللي أخ صديق يعني وهو موجود وأنا دعيته يكون معاي اليوم، لكن هو مشغول في واجب في العمل خارج عمان، ولو كان داخل عمان كان موجود معنا ونتحدث فيه عن هذا الأمر. الآن الكاميرات هي كاميرات ممكن تكون هيدن، مخفية. كيف يعني ممكن تكون مخفية؟ يعني هذه كاميرا أنا شلتها من برواز، هذه كاميرا بتكون مخفية، العدسة بتكون في عين مثلا بس، أو عين أي حيوان، أو عين مهند، أو عين مش عارف مين من الممثلين المشهورين. دائما وابدا اذا انت شفت برواز خميل له سماكه وموجود، بدك تشك في هذا البرواز وتفكر ألف مره انه ممكن يكون. وهذا الحديث انا بدي اوجهه للبنات تحديدا لما بيدخلوا على غرف القياس. اي غرفه قياس بتشوفي فيها صوره ما تقيسي فيها روحي. انت يعني دائما وابدا ليه في صوره بغرفه القياس؟ ليه في برواز في غرفه القياس؟ المرايه، نيجي لقصة المراية. المرآة دائما في منها يعني مري بوجهين، يعني تو واي ميرور بسموها، من الأمام اللي هي زي ما بتكون اللي موجودة، بدي أورجيكم صورة إلها، هذه اللي دائما بتكون موجودة في غرف التحقيق، هذه الآن موجودة باستخدامات مدنية بياخدوها، يعني بتكون أنت شايف حالك لكن اللي وراكي بيكون شايفك، اللي وراكي بيكون بصور. وهذه موجودة كمان دائما في الحمامات العامة وفي المساج وفي قضايا الرياضة والسبورت ومسائل هاي. كيف أكشف المراية هاي إذا هي مزبوطة ولا مش مزبوطة؟ أنا بضع إصبعي على المراية، إذا كان في فارق ما بين إصبعي وصورة إصبعي في المراية لازم يكون في فارق حتى تكون مرآة طبيعية عادية، مشان أنا أكون مطمن لازم يكون في فارق ما بين إصبعي وما بين صورته في المرآة. يعني بمعنى زي هاي الصورة تماما، لاحظوا انتو، هاي بدي اقربها عليكم، الاصبع اللي على اليمين فارق المسافة، هذه مرآة حقيقية، اللي على اليسار ملاصق، المرآة غير حقيقية. ولاحظ هون كمان هاي صورة انا جبتها بالملون، ايوة لازم تكون بالدائرة، اللي على اليمين هي فارقة واللي على اليسار هي مضروبة، مرآة مضروبة. هاي المسائل دائما وابدا تحدث في المناطق العامه وفي المرافق العامه. انتبهوا، بس حطت اصبع، حط اصبعك وشوف، اذا شفت اصبعك ملاصق افهم انه انت ضحيه، اذا شفت اصبعك بعيد لا انت امن. لكن بدك تدور كمان داخل الغرفه وتشوف هذه الغرفه ايش موجود فيها كاميرات. في من الكاميرات هذه كمان تستخدم لمسائل التجارية ولمسائل التجسس على الناس اللي بيشتغلوا في التجارة، ممكن أي موظف يدخل لك إياها على مكتبك مع دبل فيس يلزق لك إياها. هذه مش كاميرا، هذه صوت. في منها فيرجن ثاني، نسخة ثانية اللي هي زي هاي، هذه بتأخذ صوت وصورة بتسجل، هذه مجرد بس بتحط فيها سيم كارد ومن برا بتتحكم في السيم كارد وبترميها وين ما بدك وبتصير تسمع اللي بدك إياه. والثانية نفس الشيء، بتحط فيها سيم كارد وبتتحكم بالسيم كارد عن طريق الاس ام اس من برا. هذول هاي كاميرتين، وحورجيكم كمان تكرموا. هذه كمان كاميرا، هذه الكاميرا الهيدن اللي بتكون موجودة دائما بالمري وبتكون موجودة دائما بالبراويز داخل الفنادق وداخل غرف القياس وداخل المرافق العامة. وحورجيكم كمان في اللي صديق انا كمان زودني في هذه الساعة، لاحظوا هذه ساعة عادية، لكن لما بدنا نفتحها مزبوط شوفوا هون الشاحن تبعها، ونشوف هون بنحط الميموري تبعها والكاميرا موجودة في داخل الساعة من جوا. الآن بالست نقاط هذول وعلى 12، على رقم 12 موجود الساعة داخلية. هذه كاميرا مراقبة ممكن تكون، وإلى ستاند يعني ممكن يحطها ويحطها بالزاوية اللي هو بده إياها. فالضحية مسكين بيقول لك ساعة، يعني هاي ساعة مش كاميرا. فبدك تنتبه كل شيء. اللمبة حكينا اللي زودني فيها الصورة الأستاذ حسام غرايبي الله يفتح عليه، ودالي صورة إنه بداخل الكاميرا هناك في كاميرا.
اللي بدي أورجيكم إياه مرة ثانية. كمان شغلة ثانية، ممكن حدا يدعي إنه نسي مفتاح سيارته عندك، يترك مفتاح سيارة. هاي ميدالية، هاي عبارة عن كاميرا، كاميرا تجسس موجودة وبتنباع بأرقام وبأسعار بخسي تماما. بيدعي إنه نسيها عندك على الطاولة، بتركها وبطلع، مجرد ما تركها وطلع هو صار شريكك في الغرفة، من برا بيقدر يراقبك في كل شيء، كاميرا مراقبة كاملة بشكل كامل. الآن إذا إحنا دخلنا على الغرفة حكينا لازم نفتش وندقق وين في جوار زريعة، وين في لمبة، وين في مراية، وين في تيبل لام، وين في وحدة أدراج وجوارير. هاي المناطق المواجهة دائما للسرير والمواجهة لله يعزكم للخدمات داخل الغرفة للحمام والمرحاض. الآن اللي بدنا نتكلم فيه شغلة ثانية كمان، إنه كيف ممكن أنا بمسائل بسيطة جدا كيف ممكن إني أنا أكتشف الكاميرات الموجودة. يا أخوان دائما كاميرات المراقبة هاي إلها وميض، تصدر وميض. هذا الوميض في النهار ما بيبين. ليه؟ لأنه الإضاءة الغرفة بتكون أكبر وأوسع وأشمل من الوميض تبعه. الآن بطريقة بسيطة جدا، يعني معظم الناس اليوم بتدخن للأسف، تبع الدخان، أيوه هذا الكفر تبع الدخان، قلم أحمر صغير بعمل عليه بخربطه، بعمل زي هاي بالضبط. أنا عملت واحدة قبل شوي مشان ما خربش التليفون تبعي، عملتها هيك، عملتها بالأحمر، بشغل الكشاف اللي موجود داخل الموبايل وبحطها على الكشاف وبطفي الضوء وبصير أنا أوجه فيها على النقاط اللي ممكن تكون فيها كاميرا. مباشرة اللون الأحمر والفلاش تبع الموبايل يستطيع اصطياد هذه الكاميرات وبطريقة بسيطة جدا جدا جدا. يعني أنت إيش تبع الدخان يعني وقلم أحمر، خلي دائما معاك في السيارة أو في الشنطة قلم أحمر فلو ماستر واشتغل على هاي، بتبين معاك الكاميرات وتقول لك هيني أنا هون، أنا هون تعال شوفني. فهاي آلية من آليات كشف. كمان اللي معه مصاري بننصحه يجيب الجهاز هذا لاكتشاف الكاميرات المخفيه. ولاحظوا انتم الدائره الحمراء هون، هذه لما بنشغله احنا الدائره الحمراء بتصير اطلع انا وين في كاميرا وادور وين في الكاميرا، فبالتالي بلاقيها انا بتعمل عمليه وميض. واذا بطفي الكهرباء بتبين عندي كمان بطريقه اسهل بكثير، وهذا موجود بالبلد، ما اعتقدش موجود لكنه موجود في اوروبا بنباع، بالصين بنباع، في العالم بامريكا بنباع موجود. هذا يعني انت تستطيع ان تحمي نفسك بطريقه شامله وتنام النوم الطويل انه انت تكون امن انه هذه الغرفه ما فيها شيء. ومعظم الغرف يا اخوان اللي بالفنادق ترى مش اداره الفندق اللي بتحط، لا اللي بيحطوها شغالين الناس اللي بيشتغلوا داخل الفندق. يعني عروس بدها تنام ليلتها بهالفندق، عريس بده يحتفل بليلته بهالفندق، هذه المسائل دائما هم التارجت وهم الهدف في هيك مسائل. او رجال الاعمال او الببليك فيجر، يعني دائما الببليك فيجر اللي هم الشخصيات العامه، وممكن اي شخص يعني اي شخص معاه مصاري يكون شريكك في الراتب اخر الشهر حضر الجناب المبتز. يعني انا حبيت اطلع معكم بشكل مباشر اليوم نحكي عن الكاميرات، واللي عنده اي سؤال ما يتردد يسال. وانا اللي بتمناه من الجميع هذا الفيديو تحديدا ما يوقف عندكم، لانه يا شو هالعيشه يا ساره، والله عيشه صعبه، يعني احنا مخترقين في كل شيء. فانا واجبي مش يعني ان نكرهكم في الدنيا، لا، انا واجبي اني انا شفت بعض الاشياء، راقبت بعض الاشياء. انا في لي صديق بعث لي فيديو لغرفه كامله في عمان، يعني وموجوده فيها شيء معين، وانا يعني مررته لاصحاب